العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن. وفيه الحافي العملي بالاتفاق السياسي حفتر في مهب الانتقادات، روسيا ترفض إسقاط اتفاق السخيرات، الأمم المتحدة تؤكد شرعية حكومة الوفاق، وتونس تؤكد رفضها المساس بوحدة ليبيا. عودة المظاهرات إلى لبنان، مواجهات بين الجيش ومحتجين في طرابلس، قطع للطرق في بيروت، ودياب يتحدث عن أزمات مفتعلة. دول عدة على طريق الخروج من سبات كورونا، فرنسا وإسبانيا تتجهان إلى تخفيف الإغلاق، بوتين يقول إن بلاده لم تبلغ الذروة، والصحة العالمية تدعو دول الشرق الأوسط إلى التريث. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لا توافق على إعلان خليفة حفتر إسقاط اتفاق السخيرات، وأضاف لافروف أن موسكو لا تملك حاليا أدوات للتأثير على حفتر بحسب تعبيره. لم نوافق على البيان الأخير للسيد سراج الذي رفض التحدث إلى حفتر، كما أننا لا نوافق على تصريح اللواء حفتر بأنه سيقرر بمفرده الطريقة التي ينبغي أن يعيش بها الشعب الليبي، ولن توافق موسكو على تحرك الزعيم العسكري حفتر بتجميد العمل باتفاق السخيرات للسيطرة على البلاد. من جهتها أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز أن اتفاق السخيرات السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكم في ليبيا. وأضافت ويليامز خلال اتصال هاتفي برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أن أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية. من جهتها أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن رفضها إعلان حفتر إسقاط اتفاق السخيرات، داعية إلى العودة للحوار بأسرع طريقة بناء على نتائج مؤتمر برلين. وفي سياق متصل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على تمسك تونس بالشرعية الدولية كمرجعية في ليبيا، وشدد الرئيس التونسي على رفض أي مساس بسلامة ووحدة الأراضي الليبية، مضيفا أن أي حل للأزمة يجب أن يكون سياسيا ومبنيا على التوافق الداخلي ودون أي تدخلات خارجية. بدوره وصف المجلس الأعلى للدولة الليبي إعلان خليفة حفتر إسقاط اتفاق السخيرات وتنصيب نفسه قائدا للبلاد بالانقلاب على المسار الديمقراطي والاستمرار في التغطية على هزائمه. وأكد المجلس تمسكه باتفاق السخيرات كإطار حاكم للمرحلة الانتقالية ومنظم للعملية السياسية فيها، مطالبا مجلس النواب بالالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي. كما دعا المجلس الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية أمام الشعب ورفض العبث الذي يقوم به حفتر على حد تعبير البيان. ونبقى مع ردود الفعل على إعلان حفتر إسقاط اتفاق السخيرات، حيث وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إعلان حفتر بأنه هوس بالسلطة ومسرحية هزلية تضاف إلى سلسلة انقلاباته التي بدأها منذ سنوات. كما دعت الحكومة أعضاء مجلس النواب طبرق للالتحاق بزملائهم في طرابلس لبدء حوار شامل. لعلها آخر السبل وقد تقطعت به في الغرب الليبي بخسارة 6 مدن فيها. خليفة حفتر يجدد الاستعراض التلفزيوني بالانقلاب على المشهد السياسي الليبي الذي بالكاد يتشكل. الاعتراف باتفاق السخيرات، ذاك الذي وضع ترسانته العسكرية وجلبة معاركه جانبا وأعطى الحق في قيادة الجيش الليبي لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، يريد حفتر إسقاطه أملا في أن يبقى ربما هو قائدا أوحدا للبلاد من بعده. وفي الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي،
القادم من ماضي ليبيا البعيد. يريد ركن اتفاق صخيرات الذي رتق بصعوبة على يدي مبعوثين أمميين أواخر العام 2015، وهو يعرف أنه كان حجر العثرة الأكبر فيه، ليسقط شرعية حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تماما، كما فعل قبل 6 سنوات بظهوره المفاجئ وإعلانه إسقاط الإعلان الدستوري والمؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة في طرابلس. يريد حفتر ومن وراءه الغلبة لشق ليبي على حساب الآخر، سواء كانت شرعيته سياسية كاتفاق صخيرات أو عسكرية كمعارك الغرب الليبي المحسومة حتى الآن لقوات الوفاق. يستند على دعم قيادة جيش حسبت منذ البداية على الشرق وبعض من قبائله التي تكتم انتقادا لما آلت إليه مدنها بسبب معارك حفتر المبيدة للحياة فيها منذ 2014. الوطن منتهك. لم يتبين بعد مجلس النواب في طبرق الداعم لحفتر، وهو الذي اقترح رئيسه عقيلة صالح قبل أيام مبادرة سياسية تعيد تشكيل المجلس الرئاسي ولا تلغيه. المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس وصف انقلاب حفتر بالهوس بالسلطة والمسرحية الهزية وتهرب من محاسبته على ما ألحقه بليبيا من خسائر. لا تملك السفارة الأمريكية في ليبيا إلا الأسف في غياب مبعوث دولي سابع يتكبد مشقة رأب الصدوع الغائرة بين الأفرقاء. وللحديث عن هذا الموضوع معنا من اسطنبول عصام الزبير، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الليبية. أهلا وسهلا بك أستاذ الزبير. ما هي خيارات حكومة الوفاق لتعامل حيال هذا الإعلان الأحادي الجانب من قبل حفتر؟ هل بات المسار العسكري طريقا لا رجعة عنه؟ وهل فعلا حكومة الوفاق قادرة على حسم الأمور عسكريا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على المرسلين. حقيقة أن على حكومة الوفاق الآن أخذ زمام المبادرة وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي ومخاطبة الدول التي تدعم حفتر بأن ما انتهجته هو خطأ كبير جدا ويجب محاكمتها ورفع قضايا ضدها ومقاضاتها، خاصة وأنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتنتهك شرعية حكومة الوفاق. وعلى حكومة الوفاق أيضا أن تتجه إلى الضغط على مجلس الأمن بتحقيق قراراته التي أصدرها في شأن الأزمة الليبية، منها حماية المدنيين، منها حظر السلاح، ومنها أيضا شرعية حكومة الوفاق وتولي المؤسسات التي تتبعها بزمام الأمور وعدم الاعتراف بالمؤسسات الموازية حتى يجفف ما لدى هذا المجرم حفتر من سلطة ويبقى لوحده بعد ذلك يختفي. ولكن أستاذ الزبير، سؤالي هو هل فعلا قادرة حكومة الوفاق على حسم الأمر عسكريا؟ يعني حصار ترهونة استمر لأيام عديدة وحتى الآن لم تسقط آخر معاقل حفتر في الغرب الليبي. هي حكومة كحكومة كقوات لدى الحكومة قادرة على ذلك، وقادرة خاصة بعد الاتفاق الليبي التركي، ولقد رأينا وجه التغير في عملية مسرح العمليات. قبل هذا الاتفاق وقبل هذه العمليات كان الطيران يستبيح سماء طرابلس وكل سماء ليبيا، الآن لا وجود لطيران المجرم حفتر ولا وجود لطيران الإماراتي ولا المصري قريبا جدا من هذه الأجواء، قد يتواجد أحيانا في بوغرين أو في بعض المناطق التي هي قريبة لدى حفتر مثل الطيران القريبة، يعني تحت سيطرة حفتر مثل الطيران المسير، لكنها لا توجد حقيقة إلا مدفعية يقوم بها بعض الذين هم من فلول حفتر موجودين في محيط طرابلس من الكتائب التابعة للواء الكانيات من أجل إرباك المشهد ومن أجل رقصة الديك المذبوح. طيب أما بالنسبة لترهونة فهي لا يراد بها، بالنسبة لترهونة لا يراد بها عملية عسكرية الدخول والاقتتال وتدمير المدن مثل ما يفعل حفتر، لا، هو محاصرة وعملية دفع بالياس لهذه هؤلاء الذي قال المجلس الرئاسي بأنه مغرر بهم وإلقاء السلاح والاتجاه إلى دفع بهم نحو القضاء وتسليم المدينة حتى لا يتم فيها قتال ولا يتم مثل ما حدث في الغرب الليبي عندما قامت قوات الوفاق بتحرير أكثر من 7 مدن في أقل من 6 ساعات، وهذا ما يدل على قوتها. نعم، من جهة أخرى كيف تقرأ اليوم الردود الدولية على ما قام به حفتر؟ هل تعتبرها كما وصفها البعض بأنها باهتة وربما تنذر بالأخطر بدعم لحفتر في المستقبل على هذه الخطوة؟
هو فيها بعض التلاعب حقيقة، أنا أقولها بصراحة، فيها بعض التلاعب حتى في بعض المسارات التي رأيناها من السفارة الأمريكية عندما قامت ببيانها، وجدنا بعض الأشياء. لكن ما يلفت النظر إليه حقيقة أن أول رد فعل كان رد فعل أمريكي على حفق، وأعتقد أن هذا الرد كان قويا من ناحية الاستمساك بالاتفاق السياسي وبشرعية الحكومة حتى لا يدفع الدول التي أيدت المجرم حفتر باعتراف به، ولهذا لم يحدث اعتراف بما قام به حفتر. المشكلة فيها أن هذه الدول تربك هذا المشهد بعملية لابد أن يكون وجود لحفتر في المشهد. ولو رأينا هذا البيان لدى أمريكا لرزناه أن الولايات المتحدة تقول لابد من إشراكه في عملية حل المشكلة الأزمة الليبية، ولكن تبحث عنها بدموع التماسيح من ناحية الوضع الإنساني، من ناحية شهر رمضان جاء وفيروس كورونا. هذا الأمر حقيقة لا يمكن أن يذهب هكذا، لأن ما نراه نحن كمدنيين الذين يقصفون ويدمرون بيوتهم، يدمر بيوتهم حفتر بالمدفعية، لماذا لا ينظر إليهم؟ ولماذا لا يعاقب على أنه مجرم حرب؟ ولماذا لا يعاقب على أنه اخترق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ شكرا لك ولذلك عفوا جبير. أنا أعتقد اعتقاد نعم. شكرا جزيلا لك نعم. الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الليبية، كنت معنا من اسطنبول. نبقى في ليبيا ولكن ميدانيا، حيث أعلنت قوات حكومة الوفاق أن سلاح الجو التابع لها استهدف شاحنتين تنقلان معدات لوجستية وذخائر لقوات لواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب طرابلس. جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الذي أوضح أيضا أن قصف الشاحنتين يأتي استنادا إلى إعلان غرفة عمليات بركان الغضب أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هما في مناطق العمليات العسكرية التي يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق. قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن جزءا من تفاقم الأزمة المعيشية هو بفعل فاعل، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية. تصريحات دياب جاءت مع تجدد المظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على الغلاء وتردي مستويات المعيشة. خرجوا مطالبين بحياة كريمة، فخرج من يتهم هؤلاء بتنفيذ أجندة سياسية لإفشال الحكومة. حقيقة يعني الوضع كتير سيء بالشارع، والمشكلة أنه هو خرج عن إطار المطالب الشعبية المحقة. هي صار في بعض المحلات صار في نوع من يمكن المندسين أو الأهداف اللي خارج الإطار المعيشي. ترفض السلطة الحالية بحسب مراقبين تحمل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد. يقول رئيس حكومة إنه يحمل إرث حكومات سابقة، وإن تفاقم الوضع المعيشي هو بفعل فاعل وبخلفيات سياسية. تحمل مسؤولية الخطة التي سيقوم بها لمواجهة الوضع الصعب. إذا كانت هذه الخطة بالتحالف مع جبران باسيل ضد قوة تشبه جبران باسيل، هذا الأمر سيفشل في مهده. الأمر الثاني انه اذا حسان دياب رئيس الحكومه غير قادر على قول لحزب الله نريد ان نفاوض صندوق النقد الدولي لكي ناتي بالاموال وان نقوم بخطه اصلاحيه تطال الجميع، لا يستطيع ان يحارب هذا الفساد بالتحالف مع ذاك الفساد. وعلى وقع اشتباك سياسي يشكل حاكم مصر في لبنان جزءا منه، خصوصا في ظل تحميل حزب الله بعد رئيس الحكومه ورئيس التيار الوطني الحر الرجل مسؤوليه الوضع المالي للبلاد، برز مؤشران على حساسية التطورات. تحرك سفيرة الولايات المتحدة في بيروت باتجاه رئاسة الحكومة وكلام الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يانكوبيتش، الرجل الذي التقى رئيس الجمهورية صباحا عاد إلى مكتبه ليغرد، محذرا المسؤولين من الكيدية، معتبرا أن ما يجري في طرابلس شمالي لبنان رسالة تحذيرية للسلطة. فتحت المواجهة في السياسة كما في الشارع، ويبدو أن الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد، تصعيد لا يأبه أي طرف على ما يبدو بنتائجه. جيس الحشخوري، العربي، بيروت.
وتبقى معنا مراسلتنا جويس الحشخوري من بيروت، وينضم إلينا أيضا من طرابلس مراسلنا أحمد الهاشمي. نبدأ معك جويس، كيف سارت جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهل القرارات المتخذة ترقى إلى الشارع، إلى مستوى الشارع الملتهب في ظل هذه التطورات؟ قرارات مجلس الوزراء لا تزال في العناوين إذا جاز التعبير، وإنما على هامش مجلس الوزراء كان هناك اجتماع لمستشارين من جمعية المصارف مع مستشارين لرئيس الحكومة للاطلاع على ما قيل إنها خطة الحكومة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي تزمع التصويت عليها يوم الخميس في اجتماع يعقد في القصر الرئاسي. كانت هناك ملاحظات لوفد جمعية المصارف على أن يلتقي يوم غد رئيس الحكومة بوفد رسمي من جمعية المصارف يترأسه رئيس الجمعية لتقديم ملاحظاتهم على كل هذه الخطة التي وضعت. أيضا مجلس الوزراء غدا سيناقش في جلسة عادية في السراي استكمال الموضع الملاحظات والصيغة النهائية لهذه الخطة. الخطة لا تزال يعني في المسودة النهائية، وأي من التطبيقات عمليا لم يجري على واقع الأرض. في المقابل الأنظار أيضا تتجه إلى كلمة لرئيس لحاكم مصرف لبنان يوم غد على وقع التحركات والمواقف المتراجعة بعض الشيء للمسؤولين اللبنانيين فيما يتعلق بتحميل رياض سلامة وحده مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة والوضع النقدي والمالي في البلاد. وفي هذا الإطار اليوم التقى رئيس الحكومة السفيرة الأمريكية التي استمعت من رئيس الحكومة إلى ملف حاكم مصرف لبنان. هي كانت بحسب المصادر يعني مكان المستمع وليس إصداء نصائح أو التعبير عن أي رأي أو موقف للولايات المتحدة في هذا الإطار. كل ذلك يجري في السراي الحكومي. في المقابل الشارع يتحرك أيضا، وتحديدا هنا في العاصمة اللبنانية نقاط عدة من العاصمة تشهد قطعا للطرقات، مع دعوات بعد ساعات إلى أيضا وقفات أمام المصرف المركزي، مواجهات أيضا بين قوات الأمن والمتظاهرين. هناك قرار متخذ من قيادة الجيش ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بطلب من رئيس الحكومة بعدم السماح بقطع أي من الطرقات الرئيسية، وهذا ما يجعل المواجهات بين المحتجين وبين عناصر قوات الأمن في العاصمة اللبنانية رويدة. جويس ابقي معنا، سنذهب إلى أحمد الهاشمي من طرابلس. أحمد، كان نهارا حافلا في طرابلس بعد ليلة فقدت فيها المدينة أحد مواطنيها في اشتباكات مع قوات الأمن، كيف كان هذا النهار؟ ما الجديد لديك؟ طبعا نستطيع أن نقول بأن الهدوء عاد إلى المدينة بشكل كبير، الشوارع خالية فعليا من المتظاهرين، يعني يكاد يكون وجود الجيش اللبناني فعليا منتشر بشكل يعني يؤكد على عدم عودة المتظاهرين. توغل الجيش اللبناني ببعض الأحياء الداخلية للمدينة يعني كنوع من أنواع المداهمات لجلب المطلوبين، أو حتى من قام الجيش اللبناني عن طريق مديرية التوجيه بتصويرهم عن طريق يعني عن طريق الكاميرات الخاصة بالجيش اللبناني حتى يعني يتم جلبهم لاحقا. حدثت بعض المناوشات ما بينهم وبين المحتجين عن طريق إطلاق بعض المفرقعات على الجيش، ولكن الجيش قام بالرد بإطلاق العيارات المطاطية. لابد من ذكر تفصيل هنا رويدة لك وللمشاهدين بأن الجيش اللبناني وبشكل إلى حد ما مستغرب، حتى نحن الصحفيين يعني لاحظنا هذا الأمر، استخدام القوة كان إلى حد ما مختلف عن ما شهدته المدينة من بعد أحداث تظاهرات 17 أكتوبر تحديدا. استخدام العيارات المطاطية كان كثيف، حتى أنه كان هناك شك كبير من بعض يعني الخبراء بأنواع الأسلحة وبأصوات العيارات النارية بعد إطلاقها، أن الأسلحة المستخدمة هي عيارات نارية إضافة إلى العيارات المطاطية، إذن لم تكن هناك فقط عيارات مطاطية. نحن كذلك أثناء إرسالنا إحدى الرسائل يعني واجهنا بعض المشاكل مع أحد عناصر الجيش، حيث يعني تقدم إلينا وطلب منا التوقف عن التصوير، واستغربنا هذا الطلب، ويعني وحتى أن بعض الصحفيين
تدخلوا لمنعه من قطع الرسالة أثناء توجيهها لكم. من المتوقع أن يكون هذا الهدوء الذي تشهده المدينة الآن هو هدوء حذر، ولكنه بمكان من الأماكن هناك من يسميه هدوء ما قبل العاصفة إذا لبت الدعوات، أو عفوا إذا تمت تلبية الدعوات التي انطلقت من بعد ظهر اليوم للاحتشاد بعد صلاة التراويح، بعد ساعة من الآن بحسب التوقيت المحلي في المدينة. شكرا جزيلا لك أحمد الهاشمي مراسلنا من طرابلس شمال لبنان، وأيضا الشكر موصول لمراسلتنا من بيروت جويس الحاشخوري. في اليمن كثفت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من انتشارها في مداخل ومخارج مدينة زنجبار مركز محافظة أبين شرق مدينة عدن ضمن بيان الطوارئ والإدارة الذاتية الذي أعلنه المجلس في المحافظات الجنوبية. وقالت مصادر ميدانية للتلفزيون العربي إن وحدات من ألوية الصاعقة التابعة للانتقالي دفعت بتعزيزات إلى مداخل زنجبار وطريق القادم من منطقة شقرة شرق المحافظة، واستحدثت نقاط تفتيش جديدة وسط المدينة والطرق الفرعية الرابطة بين الأحياء. وفي ردود الفعل المحلية أعلن شيوخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرة التي تعد إحدى أبرز مناطق التوتر جنوب اليمن بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، رفض إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إدارة ذاتية للجنوب. وقال شيخ مشايخ القبائل عيسى ياقوت في بيان إنه يتمسك بالقيادة السياسية الشرعية ممثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي ويرفض إعلان الانتقالي، مؤكدا أن المجلس الانتقالي لا يحق له الوصاية على أبناء الجنوب. وفي سياق متصل أعلنت السلطة المحلية لمحافظة مأرب رفضها إعلان الإدارة الذاتية ووقوفها مع الحكومة اليمنية الشرعية، داعية الجميع إلى التوحد من أجل مواجهة الحوثيين. وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قد أكد أن الحكومة الشرعية لم توقع على اتفاق الرياض لتغيير شكل الدولة، وأضاف الحضرمي أن الهدف من الاتفاق كان لملمة الجهود من أجل مواجهة جماعة الحوثي. نبقى في اليمن، وفي ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا اتبعت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان وعدد من المشافي العامة عددا من الإجراءات الاحترازية لحماية مرضى السرطان باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا لانتشار العدوى مع الضعف العام في مناعتهم. إليكم التفاصيل. مهيوب الوردي مصاب بسرطان الدم، قدم من محافظة إب وسط اليمن متجشما عناء السفر والمرض في آن واحد. بغية مهيوب المراجعة الطبية والحصول على الأدوية اللازمة والرعاية المتاحة في مؤسسة مكافحة السرطان بصنعاء قبل العودة إلى بلدته مرة أخرى. جيت من محافظة إب وذلك لاستخدام لفعل فحوصات أو لاستخدام لبحث عن العلاج، أحيانا لبحث العلاج، والعلاج هذا احيانا نتلقي فيه صعوبه، اما ما نلاقيش العلاجات او ما نلاقيش بعض الفحوصات. نجود الغادري هي الاخرى مريضه بالسرطان لكنها تبدو احسن حظا من مهيوب، فكمقيمه في صنعاء باستطاعتها التردد على المؤسسه بسهوله ومتابعه حالتها، ومع هذا فهي تعيش المعاناه ذاتها مع انعدام الادويه. المريض بنفسه إذا أقدر إنه يا الله يوجد قوت يومه للأك ما يقدرش إنه يلقى علاجه، بالذات إن الأسعار والعلاج غالي. مرضى السرطان إذن بين أمرين أحلاهما مر، فهم يتحملون آلام مرضهم مقابل تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس الأسرع فتكا. هذه الأسرة كانت تستوعب أكثر من 4 مرضى للحصول على الخدمة الطبية الجماعية، لكنها اليوم فارغة إلا من مريض أو 2 كإجراء احترازي من تفشي كورونا، وهو ما يضاعف معاناة حوالي 30,000 مريض بالسرطان يسجلون كل عام. هناك بعض الخدمات تحتاج إلى سفر إلى الخارج، الآن السفر متوقف، المرضى متعرقلين بالنسبة لهذه الأشياء. هناك بعض الأدوية وأدوية مهمة جدا اختفت من السوق بسبب عدم الاستيراد والتصدير. لا تتوقف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا على تخفيض عدد المستفيدين من خدمات مراكز كشف وعلاج السرطان فقط، بل شملت هذه الإجراءات تخفيض أيام العمل لتصبح يومين فقط بدلا من كامل الأسبوع احترازا ووقاية.
الغاية من الإجراءات الاحترازية هنا حماية مرضى السرطان أيضا من الإصابة بكورونا، لكنها بالنسبة لهم في اليمن تمثل عبئا إضافيا نظرا لانهيار المنظومة الصحية ووضعهم المتدني معيشيا واقتصاديا. خليل القاهري، العربي، صنعاء. العربي اليوم مستمر وفيه بعد الفاصل. شبان عرب في ألمانيا يطلقون مبادرة لحياكة كمامات وتوزيعها على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا. أهلا بكم من جديد. عرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمام البرلمان استراتيجية حكومته للخروج تدريجيا من الحجر المنزلي المفروض في البلاد منذ 17 من مارس أذار لاحتواء وباء فيروس كورونا، وتتضمن الخطة إعادة فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 من أيار مايو المقبل، وإلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل. نشعر أن تمديد توقيف الإنتاج في قطاعات بأكملها في اقتصادنا وعرقلة التعليم لمدة طويلة لعدد كبير من الأطفال والمراهقين وتوقف الاستثمارات في القطاع العام أو الخاص والإغلاق المطول للحدود والتقييد المطلق لحرية اللقاءات وزيارة الأقارب سيعرض البلاد ليس فقط للنتائج السلبية لما سيخلفه الحجر الصحي من آلام، ولكن الأكثر فظاعة هو أن يدفع إلى خطر الانهيار. يجب الشروع في الخروج من الحجر الصحي بشكل تدريجي وبحذر وحزم وأن لا يكون محفوفا بالمخاطر. في إسبانيا دخل قرار الحكومة بالسماح للأطفال بالخروج إلى الشارع رفقة ذويهم حيز تنفيذ، حيث سمح للأطفال باللعب للمرة الأولى منذ نحو 43 يوما، لكن بعض المواطنين يخشون ألا يقتصر الخروج على الأطفال فقط. عودة شبه طبيعية للحياة في مدينة برشلونة بعد قرار الحكومة الإسبانية السماح بخروج الأطفال مع ذويهم إلى الشوارع. قرار أثار جدلا واسعا. يقول منتقدو القرار إنه من الصعب ضبط عملية الخروج من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي. لكن وزارة الداخلية تدافع عن قرارها بالقول إنها بصدد وضع آليات تنظيم الخروج من المنازل لضمان عدم تجدد انتشار العدوى خصوصا في المدن المكتظة. في الحقيقة إنه قانون سهل وواضح، 1-1-1، ساعة واحدة، كيلومتر واحد، وشخص واحد لثلاثة أطفال، هذا سهل تطبيقه. الانخفاض المستمر في أعداد الإصابات والوفيات وارتفاع أعداد المتعافين دفع البعض لعدم اتباع الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة. الوضع ليس كالسابق، كان الوضع أفضل، كل شخص بمنزله، نحترم القوانين المعلنة، ولكن الآن الأهل والأطفال يخرجون للشارع في جماعات دون وسائل حماية. هذا الصباح كانت الحديقة ممتلئة. سلوك أثار قلقا مبررا كما يقول البعض ما دام اللقاح غير متوفر، ويرى كثيرون أن الالتزام بقرارات الحكومة وتوصياتها قد يكون مفتاح النجاة. تصريحات الحكومة المتكررة بالسيطرة على المرض شجعت الكثير إلى الخروج وفق ضوابط معينة، أما وزارة الداخلية توعدت أن تكون بالمرصاد للمخالفين وأن تفرض بحقهم الغرامات. معاذ حامد، العربي، برشلونة. ولمعرفة آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا تنضم إلينا شبكة مراسلينا، ونبدأ مع محمد الحاجي من باريس. محمد، هل تم التصويت الآن على خطة الحكومة لرفع إجراءات الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا؟
نعم رويدة، النقاشات ما زالت جارية في البرلمان حول التصويت، لكن بداية دعيني أذكر أرقام صادرة اليوم. 437 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ليرتفع مجموع الوفيات 23,293 حالة وفاة. هذه الأرقام صدرت منذ قليل. بالعودة إلى مناقشة مشروع الخروج من الحجر المفروض على الفرنسيين، الرئيس رئيس الوزراء الفرنسي احتاج لساعة من الوقت لي يدافع عن خطة حكومته من أجل الخروج يوم 11 من مايو أيار القادم. قال أجاب على الكثير من الأسئلة المتعلقة بالكمامات وحال توفرها، وأيضا العودة إلى المدارس، كيف أن المدارس تفتح فقط للصغار أما للكبار فستأخذ المزيد من الوقت، وأيضا عدم النقاش فيما يتعلق بعودة المطاعم والمقاهي ودور السينما. في الواقع الكثير من نواب المعارضة انتقدوا خطة الحكومة وقالوا بأن التعاطي مع الأزمة كان كارثي، بالتحديد جون لوك ميلانشون وهو زعيم اليسار المتطرف، قال بأن رئيس الوزراء توجه إليه بحديث سبيل القول بأنك كبش محرقة بيد رئيس الجمهورية الذي يعني أشبعت حكومته بحسب ميلانشون الرأي العام الفرنسي بالكثير من الأكاذيب، خاصة فيما يتعلق بالفحوصات وأيضا يتعلق بالكمامات. الحكومة الفرنسية وعدت من خلال خطاب رئيس الوزراء بأنها ستجري 700,000 فحص أسبوعي وستكفل الدولة بهذه التكاليف، طبعا دون النسيان بأن الاستراتيجية المعلنة هي فحص ثم عزل، وبالتالي يريدون فحص كل من يتعرض يعني يشعر بنوع من الحرارة خلال الأيام القادمة، وبالتالي سوف يعزل ويعزل مع كل من تعاطى معه خلال هذه الفترة. وقال أيضا رئيس الوزراء بأنه في حال الفيروس ويعني أخذ منحى آخر بعد 11 فقد نضطر فعلا إلى تمديد فترة الحجر المنزلي، وهو تهديد مبطن للفرنسيين وكان صارما في خطابه أمام البرلمان اليوم. نعم شكرا لك محمد. سنذهب إلى معاذ حامد من برشلونة. معاذ، مزيد من الانخفاض في عدد الوفيات اليوم في إسبانيا، كيف ينعكس ذلك على الأجواء بشكل عام وعلى التزام المواطنين بإجراءات الحظر حتى لو تم تليينها قليلا؟ نعم، في الحقيقة استمرار انخفاض الأرقام وارتفاع حالات الشفاء وزيادتها أكثر مما كان سابقا يعني شجع الكثير من المواطنين على الخروج إلى الشوارع، ولكن انتشار الشرطة في غالبية المقاطعات يعني كان بالمرصاد. حاولت الشرطة أن تقوم بفرض غرامات على هؤلاء الذين استطاعت أن تلقي القبض عليهم إذا لم تكن لديهم أي أعذار. حاليا هنالك نقاش داخل الحكومة حول تقسيم ساعات النهار للخروج، مثلا للأطفال دون السن السادسة في 6 سنوات يمكنهم الخروج في وقت معين، ومن السادسة حتى 14 يمكنهم الخروج في وقت آخر، إضافة إلى تحديد أوقات للعب الرياضة. كل ذلك سوف يجري في 2 مايو. اليوم كان هنالك نقاش واجتماع حكومي برئاسة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة، الذي قال طرح خطته للخروج من حالة الطوارئ وقسمها إلى 4 أقسام رئيسية تبدأ بخفض تصعيد حالة الطوارئ وتنتهي في شهر حزيران القادم من خلال السماح بعودة كامل الأعمال، ولكن كما أسمى رئيس الحكومة أنه الوضع الجديد الطبيعي، أي أنه لن تعود الأمور إلى كما كانت سابقا. إضافة إلى أن الحكومة قالت أنها تفكر في إعادة النشاط الرياضي ودوري المحترفين، وتركت ذلك الأمر إلى وزارة الصحة للنقاش أيضا مع الاتحاد الرياضي الإسباني. كل ذلك خلال هذا الأسبوع الثاني من مايو سوف تظهر معالمه بشكل أدق وشكل واضح، لكن هنالك تحذيرات من هنالك انتقادات أيضا ضد الحكومة، وقالوا أن وتقول المعارضة أن رئيس الحكومة يجازف بالشعب الإسباني أو بصحته إذا ما أقدم على تخفيف الإجراءات بصورة سريعة. الحكومة تقول أن كل مرحلة من المراحل 4 تحتاج إلى 2 أسبوع على أبعد تقدير حتى تدخل في المرحلة اللاحقة أيضا. شكرا لك معاذ حامد من برشلونة. سننتقل الآن إلى ريما أبو حمدية من واشنطن. ريما، لا يبدو بأن الأخبار في الولايات المتحدة بذات الإيجابية التي نسمعها الآن في أوروبا، لو تضعين في صورة آخر التطورات المتعلقة بالأرقام في الساعات 24 الماضية. نعم
بالفعل يعني بعد أن كان هناك بعض الانخفاض في أعداد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، تعود إلى الارتفاع خلال 24 ساعة الماضية، أكثر من 1300 وفاة، بالإضافة إلى الآلاف من الإصابات التي تسجل في الولايات المتحدة. مع ذلك بدأت بعض الولايات بفتح أبوابها أمام الزوار، أمام المواطنين. من بين هذه الولايات جورجيا التي سمحت أيضا للمطاعم بفتح أبوابها أمام الرواد. يأتي ذلك بينما تزداد التحذيرات من الخبراء والأطباء وأيضا من الرئيس الأمريكي، الذي وإن كان شجع في البداية على إعادة فتح الاقتصاد، إلا أنه قال إن ذلك يجب أن يكون بحذر ويجب أن يبدأ بأعمال لا تتطلب من المواطنين التقارب بشكل كبير. أيضا الكونغرس الأمريكي كان أعلن البارحة أنه سيعود إلى مزاولة جلساته الأسبوع المقبل، ثم عاد وتراجع عن هذا القرار بعد الاستماع لنصائح الأطباء العاملين في مجلس النواب الأمريكي. إذن يعني يبدو بسبب هذه الأعداد المتزايدة، حتى وإن كان هناك بارقة أمل أدت إلى فتح بعض الأعمال أو اتخاذ بعض القرارات بعودة الحياة تدريجيا إلى الولايات المتحدة، يعود كل ذلك إلى التراجع بسبب يعني ارتفاع الإصابات والوفيات. الآن الوفيات في الولايات المتحدة تخطت 57 ألف وفاة في شتى أرجاء الولايات المتحدة، وتوقعات كما يقول البعض مع نهاية هذا الأسبوع أن ترتفع إلى أكثر من 60 ألفا. كل ذلك طبعا يأتي ضمن المخاوف من تدهور الاقتصاد أكثر وأكثر، المزيد من البطالة، المزيد من طلبات الحصول على معونات الحكومة بسبب ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة. ويبدو أن الأرقام الاقتصادية تؤثر الآن وتقضي على الأمريكيين أكثر من كورونا نفسه، مع ازدياد هذا التدهور في الاقتصاد وعدم وجود خطة، كما يقول منتقدو إدارة الرئيس الأمريكي، عدم وجود خطة من قبل الإدارة لإعادة الاقتصاد إلى طبيعته بوجود خطة معينة. حتى وإن تحدث الرئيس الأمريكي ووزير وزيره للمالية عن أن الاقتصاد سيعود إلى التحسن خلال شهرين من الآن. شكرا لك ريما. سنذهب الآن إلى بكين وإلى مراسلنا هناك جاد رعد. جاد، هل سجلت الصين أي إصابات جديدة اليوم؟ وما هي القضايا الساخنة المتعلقة بكورونا لديكم، إلى جانب الرد على الاتهامات الأمريكية بضلوع أو بتورط الصين في تفشي الوباء عالميا؟ يعني اليوم تم تسجيل 3 إصابات إضافية داخل البر الصيني، ومن ناحية أخرى يعني الأخبار السلسة هي إعادة افتتاح المئات من المواقع السياحية في ووهان. أولا حصل ذلك اليوم، وسيتبع ذلك في المدن الأخرى خلال الأيام القادمة. ولكن الموضوع الأكثر سخونة هو الردود الصينية على الانتقادات وعلى الحديث الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية. الحديث الأكثر أهمية هو الذي جاء على لسان كبير الباحثين زونغ ناشان، هو عادة يتحدث في البحث العلمي، ولكنه اليوم خلال حفل غير رسمي نوع من التكريم، هو قال أن أشد ما يغضب الولايات المتحدة الأمريكية أن يتقدم اللقاح الصيني بسرعة تفوق ما يحصل في البلدان الأخرى. وهو قال أننا كدولة صينية نحن نسير، يعني لم نتجاوز المحنة بعد، ولكننا نسير مثل الذي يعبر النهر على حجارة صغيرة فيسير باهتزازات، وذلك أمر طبيعي، ولكن نخشى من أن يقوم أحدهم بدفعنا إلى المكان الخطأ، وهو كان يقصد الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية أخرى، التلفزيون المركزي الصيني نقل عن هيئة يال للتغيير المناخي. هذا التقرير يتضمن مقارنة بين ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب حاليا من حركات ضد الصين، ومقارنتها مع ما قاموا به الأمور ذاتها خطوة خطوة بخصوص أمور تتعلق بالتغيير المناخي، وهم فندوها بخمس نقاط. النقطة الأولى، عندما يقوم الرئيس الأمريكي بإنكار المشكلة من أساسها. النقطة الثانية، عندما يتنصل من المسؤولية. والنقطة الثالثة، عندما يقلل من شأن التهديد، وبسبب ذلك ينتقل إلى النقطة الرابعة فيهاجم الحلول، وهو المرحلة الحالية. أما النقطة الخامسة فيكون قد فات الأوان وتحل المشكلة بالعالم. هذا يعني كان مقارنة
بكل بتفاصيل عديدة. شكرا. وهذا يصوب على نوع من الردود على ما يتم على ما تصوبه الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك جاد رعد، والشكر موصول لشبكة مراسلين على كل هذه المعلومات. بعد أن تحولت الكمامات إلى عملة نادرة في ظل أزمة كورونا، أطلق شبان عرب في مدينة غرايفسفالد شمال شرق ألمانيا مبادرة لحياكة 1000 كمامة وتوزيعها مجانا على الفئات الأكثر عرضة للفيروس. مراسل تلفزيون العربية من شواف التقى القائمين على المبادرة وأعد التقرير التالي ضمن التغطية الخاصة بالمهاجرين العرب في زمن كورونا. المساهمة في تخفيف انتشار كورونا هو هدف هذه المجموعة التي لا يتجاوز عدد المشاركين فيها 6 أشخاص. تطوعوا في حملة لصناعة كمامات بمواد أولية منزلية وتوزيعها على كبار السن والفئات المهددة بالإصابة بالفيروس. أيام قليلة مضت على انطلاق المشروع التطوعي. المسكات حيكونوا لناس اللي عندهم أمراض أو مثلاً بالعمر، يكون مثلاً فوق العمر 65 سنة، للشرطة، للأطفائية، للهايم تبع الكبار بالعمر. وسائل الإعلام المحلية احتفت بهذه المبادرة وباتت الاتصالات لا تتوقف، فالجميع يود الحصول على كمامة بعد أن نفذت من الأسواق. تطور الأمر كثيراً، بعض المراكز الطبية والمستشفيات ترغب في الحصول على بعض الكمامات، ولم يتوقف الأمر عند ذلك. بروفيسورة من المشفى تكلمت مع دكتور إبراهيم وطلبوا منا يعني الكمامات اللي أنجزناها. الكمامات بمواد أولية بمكانات خياطة منزلية، لكن بصفات جيدة جدا. لذلك حاليا طلبوا منا، وحتى رح يساعدونا بالمواد الأولية كمان نكمل شغل حتى بعد حملة 1000 كمامة. إن شاء الله رح نتابع بألف تاني، ونحن خلال فترة وجيزة 5 أيام أنجزنا 1000 كمامة. المبادرة كانت فرصة لرد الجميل والعرفان لهذه المدينة وسكانها كما يقول القائمون عليها، فكان أثرها عميقا في نفوس الأهالي. ومع استمرار إنتاجهم التطوعي السريع لن يجد السكان مشكلة في الكمامات. 1000 كمامة صنعت في أقل من أسبوع. هذا العدد الكبير لم تنتجه إحدى الشركات الطبية الكبرى، بل 5 شبان عرب قرروا التطوع بعد نفاذ الكمامات من الأسواق. أدهشوا سكان المدينة بسرعة إنتاجهم، حتى المستشفيات تواصلت معهم للحصول على بعض منها. يمان شواف، العربي، شمال شرق ألمانيا. في الولايات المتحدة ينظم ناشطون حملات دعم للعاملين في مجال الطوارئ والإغاثة الطبية بعد تنامي ظاهرة هجرة أفراد الطواقم الطبية لعائلاتهم والعيش في مساكن مؤقتة أو حافلة وعربات مخصصة للرحلات بسبب الحجر الصحي. وبرزت حملة عبر الفيسبوك تهدف إلى تسهيل التبرع بحافلات الرحلات الصيفية وإعارتها للأطباء والممرضين ورجال الإطفاء دون مقابل مادي، بحيث يمكنهم استخدامها كسكن بديل كي لا ينقلوا العدوى بفيروس كورونا إلى عائلتهم. هدية بحجم منزل تلقتها الممرضة دانييل تلبية لضرورات الحجر الصحي. قررت الابتعاد عن بيتها وإن لأمتار قليلة بسبب رعايتها لمرضى الكورونا، وحرصا على سلامة عائلتها وصحة جدتها المسنة، ستعيش قرب المنزل في هذه الحافلة المقدمة إليها مجانا إلى حين انحسار الوباء. طالما استمرت أزمة كوفيد سأبقى في هذه الحافلة، أريد أن أبقى هناك لأحمي جدتي البالغة 93 عاما وهي تعيش معنا، وأحاول أن أحميها من أدنى احتمال للتعرض للفيروس. بعد محاولات عدة لإيجاد مسكن بديل، عرضت دانييل مشكلتها على الفيسبوك، وجاء الرد سريعا من بات التي قدمت حافلتها المجهزة أساسا للرحلات الصيفية. يجب على كل شخص أن يقدم ما يستطيع من مساعدة إلى العاملين على خط الجبهة، نحن بحاجة للعمل معا في كل الظروف.
تضامن كبير يتلقاه العاملون على الخطوط الأمامية في الحرب ضد الكورونا، وليس دانييل سوى واحدة من عشرات التجارب المماثلة التي تدعم صمود العاملين في طواقم الإسعاف والطبابة في الولايات المتحدة. رجال الإطفاء لهم حصة أيضا من الحافلات المقدمة من متبرعين. يعيش سال منذ شهر في حافلة أمام منزله بعدما أصاب الكورونا جميع زملائه في مركز الإطفاء. تجربة صعبة أن لا أرى عائلتي، آمل أن تستقر الأمور قريبا، أنتظر توفر الفحوصات للأجسام المضادة للفيروس لأتلقى الكشف الطبي لأعرف إن كنت محصنا لأعود للمنزل. يحاول سال تمضية الوقت في منزله المؤقت هذا على أمل طي صفحة فيروس الكورونا قريبا. إلى ذلك الحين سيفصله عن زوجته وطفلتيه حاجز زجاجي في انتظار انتهاء أزمة الوباء. نبيل أبي صعب، العربي، نيويورك. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لم تبلغ بعد ذروة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه يدرس رفع تدابير الحجر الصحي تدريجيا اعتبارا من 12 من الشهر المقبل. لقد استقر العدد اليومي للحالات الجديدة للكشف عن المرض نسبيا، ولكن هذا لا ينبغي أن يطمئننا. الوضع لا يزال صعبا للغاية. الأخصائيون والعلماء الذين نتواصل معهم بانتظام للتحقق من خططنا وتدابيرنا يقولون أننا لم نبلغ بعد ذروة تفشي الوباء. رغم أن سلالات الإنفلونزا تخضع لمراقبة دورية من أجل تحديد السلالات الجديدة وإنتاج اللقاحات اللازمة لها، فإن هذه المسألة تخضع لعوامل أخرى تتمثل في تنافس شركات الأدوية على براءات الاختراع في إنتاج اللقاحات واحتكارها بهدف الربح، مما يعيق إتاحة الأدوية للجميع. نتابع مع الزميلة دانيا أرشيد آخر النقاشات بشأن هذه المسألة. لقاحات الأنفلونزا عموما يجري تطويرها منذ عقود، فتحت مظلة النظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها التابع لمنظمة الصحة العالمية، يجتمع المعنيون مرتين كل عام لتحليل ومناقشة أحدث البيانات حول سلالات الأنفلونزا الناشئة وتحديد السلالات التي يجب إدراجها ضمن لقاح كل عام. وفي الوقت الذي تحرص فيه شركات الأدوية على بسط نفوذها على الأدوية المنقذة للحياة من خلال براءة الاختراع وخصخصة المعلومات والضغط ضد إجازة وإنتاج العقاقير، نرى أن النظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها يركز على حماية أرواح البشر وليس تحقيق الربح، ويسعى إلى توزيع المعرفة القابلة للتطبيق في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات. منذ اندلاع وباء كورونا أضرمت النيران مجددا، فتداعيات السيطرة الاحتكارية على التكنولوجيا المستخدمة كانت واضحة في عرقلة النشر السريع لعدد أكبر من مجموعات الاختبار، تماما كما تسببت براءات 441 اختراعا مسجلا باسم شركة 3M في خلق صعوبات واسعة لتصنيع الكمامات، كما أن براءات الاختراع المتعددة سارية في معظم أنحاء العالم لثلاثة من العلاجات الواعدة لفيروس كوفيد-19، ما يعيق إتاحة هذه الأدوية على نطاق واسع وبأسعار منطقية. وفي ظل أزمة كورونا ومع ارتفاع حصيلة الأرواح التي يحصدها كوفيد-19، ينبغي على الجهات المسؤولة أن تتصرف بحكمة وأن تنقاد بالدوافع الأخلاقية التي تولد العديد من المقترحات الواعدة والمفيدة بعيدا عن مفهوم الربح فقط. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجول في 31 ولاية لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. وقال أردوغان إن حكومته تخطط لمواصلة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. من جهة أخرى أكد أردوغان أن تركيا تشهد مع كل يوم يمر انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا. وخلال فترة الحجر المنزلي في تركيا ارتفعت حالات العنف ضد المرأة، إذ تلقت مديرية أمن اسطنبول شكاوى ناهزت 3000 حالة، وتشير بعض التقارير الإحصائية إلى ارتفاع حالات الطلاق بأربعة أضعاف على ما كانت عليه العام الماضي في الفترة ذاتها. الحياة في البيت إلزم بيتك،
هكذا الخطاب الرسمي في تركيا. ضاق البيت على ناجيهان واضطرت لترك أطفالها الثلاثة بسبب عنف زوجها. منعت حتى من التواصل مع أهلها أو حتى من استخدام هاتف ذكي، ووصل الأمر للتهديد بالموت. مع فترة كورونا ازداد العنف بسبب القيود على حركة المرأة ووجود الزوج في البيت وانشغال أجهزة الدولة بمواجهة تفشي كورونا. فكرت في الانتحار أكثر من مرة. في هذه الظروف الصحية السيئة أطفالي بحاجة لي. تقارير رسمية تتحدث عن ارتفاع حالات العنف ضد المرأة منذ أن بدأت فترة العزل المنزلي إلى 4 أضعافها، ومثلها حالات الطلاق. فخلال الثلث الأخير من شهر آذار الماضي قتلت 29 امرأة نتيجة العنف الأسري. مع فترة كورونا ضعف التواصل مع النساء، وما يصلنا من إحصائيات لازدياد العنف ضد المرأة أقل بكثير مما يحدث. على الحكومة أن تراجع سياساتها في حماية المرأة. بحثنا عن طبيب يفسر لنا ازدياد هذه الظاهرة السلبية في حق المرأة، فوجدنا طبيبا قد تعافى من كورونا قبل أيام وخاض تجربة البقاء في المنزل. يجب أيضا على النظر كما قلت على النظر لهذه الحالة من كل الأبعاد، الديني والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي أيضا، واعتبارها فترة نوع من فترة الاستراحة، نوع من الاستعداد للأيام القادمة التي ستمر هذه الأزمة. هي ذرائع كثيرة إذن تخفي الوجه الحقيقي لبعض المجتمعات بسلبية تعاملهم مع المرأة أوقات السلم والأزمات. مفارقات كورونا تظهر حتى في انحيازه بإصابة الذكور أكثر من الإناث حسب بعض الإحصائيات. فيروس تسبب بالكثير من الأزمات ومن أهمها البطالة، ولذلك أثره السلبي على المجتمع عموما وعلى المرأة تحديدا كونها الحلقة الأضعف في مجتمعاتنا. أحمد غنام، العربي، اسطنبول. حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط من تداعيات ظهور فيروس كورونا في سوريا وليبيا واليمن، كما دعا دول المنطقة إلى التريث في رفع القيود. من ناحية أخرى، حذر المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية من قيام بعض الدول برفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد الجسدي، وقال إن ذلك قد يتسبب في عودة ظهور فيروس كورونا وخروجه على السيطرة، بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة. وكانت بعض الدول مثل مصر والسعودية قررت خلال شهر رمضان تخفيف بعض القيود، مثل تقليل ساعات حظر التجول وفتح جزئي للمحال والمراكز التجارية بهدف تسهيل الأمور على المواطنين. والآن إلى فقرة كورونا وحياتنا. أهلا بكم إلى فقرة كورونا وحياتنا. نجحت أستراليا في احتواء فيروس كورونا، لكن مثل هذه النتيجة الصحية المتفائلة لن تمنع الاقتصاد من التعرض إلى أعمق تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم. قدمت السلطات تحفيزات مالية خففت من آثار كورونا على ميزانيات الأسر والشركات، لكن تراجع التجارة العالمية وانخفاض الطلب على صادرات أستراليا ألحق ضررا اقتصاديا هو الأكبر منذ 100 عام. تتجه اليابان نحو منع الأختام اليدوية، ودعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى مراجعة عاجلة للممارسات التقليدية في المكاتب، مثل ختم الوثائق باليد أو تناقل الأوراق، والتي تعيق الجهود الرامية إلى كبح فيروس كورونا. ويعود استخدام الأختام أو هانكو في الوثائق الرسمية إلى مئات السنين في اليابان، وينتشر هذا الإجراء بين عامة الناس منذ القرن 19. عاشت عشرات المهن على هامش اهتمام المواطنين والسلطات لسنوات طويلة، إلا أن فيروس كورونا سلط عليها أضواء العالم. عمال كانوا مجهولين وأصبحوا في نظر الكثيرين أبطالا، لكن حقوقهم لا تزال مهدورة.
كانوا مجهولين بالنسبة للكثيرين، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا احتار سكان العالم في طريقة إظهار التقدير للعاملين في بعض هذه المهن. فمن هم هؤلاء؟ عمال التنظيف والتعقيم في رأس القائمة، نجدهم في المرافق والشوارع والمستشفيات معرضين أنفسهم لكل أنواع الأمراض وطبعا لفيروس كورونا. عددهم في أمريكا يتجاوز 3 ملايين، وفي أوروبا العدد مماثل، في حين يوجد أكثر من 460 ألف عامل نظافة في بريطانيا. أما في الدول العربية فلا توجد إحصائية حديثة، إلا أن أعدادهم بالملايين. المهنة الثانية التي كانت مهمشة هي التمريض. هؤلاء يواجهون القلق اليومي والخوف من العدوى بكورونا، ويبتعدون عن أهلهم وأولادهم، ويبقون ساعات طويلة في العمل. أصحاب المتاجر والعمال فيها لم يتوقفوا عن العمل في ظل كورونا، يحتكون يوميا بعشرات ومئات المواطنين، ويخاطرون باحتمال تلقيهم العدوى. مثلهم مثل ملايين عمال المطابخ والتوصيلات إلى المنازل. أيضا العديد من عمال المصانع وخاصة الخياطين منهم لم يتوقفوا عن عملهم، يصنعون الملابس الواقية والأقنعة لحماية الناس، فيما يعرضون أنفسهم يوميا لخطر الإصابة بكورونا. مهمشو الأمس صاروا أبطالا، إلا أن إنصافهم بالأجر وساعات العمل والحماية الصحية مطلب يحتاج تطبيقه ما يتعدى التصفيق. نهاية هذه الفقرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. قالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 35 مدنيا لقوا حتفهم في انفجار بمدينة عفرين شمال سوريا. وكان مراسل العربي أفاد من انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية في المدينة، ولم تتضح حتى الآن الجهة التي تقف وراء هذا التفجير الذي تسبب في إصابة أكثر من 40 شخصا بحسب المعلومات الأولية. كما هي العادة، ننهي العربي اليوم بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم عن رحلة تعافي طفل أمريكي من الإصابة بفيروس كورونا.
virus and being in the hospital at the beginning of this year made me share our story. This is my son Lincoln. وبهذا الخبر أصار ننهي العربي اليوم وننتقل إلى برنامج للخبر بقية مع زميلتنا فرح البرقاوي. إليك فرح.